وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى عليه السلام لكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه، فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا، والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة، فتاب عليكم لأنه كثير التوبة رحيم بعباده. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا، فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض، وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وَاذْكُرُوا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حِينَ قُلْنَا لَكُمْ ادْخُلُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله، واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول، فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله تعالى، فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر.